أشاد اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالجهود المتميزة لتنظيم المعرض الدولي الأول للرماية والصيد والذي أقيم في شهر مايو الماضي. نعم، أكد سموه أن إقامة مختلف الفعاليات الرياضية المتنوعة يجسد توجيهات سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمواصلة تطوير الرياضة البحرينية، مما يلقى الدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. جاء ذلك لدى استقبال سموه معالي الشيخ علي بن عبد الله الخليفة مستشار الديوان الملكي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض الدولي الأول للرماية والصيد. وقال سموه إن إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة يبرز جوانب أخرى من الرياضات إلى جانب ممارستها الفعلية كتاريخها والتقنيات التي يتم توظيفها فيها وما يتداخل فيها من صناعات وقطاعات متنوعة ما بين الدور التنموي للرياضة ومردودها على مختلف المستويات. أشار سموه بتضافر الجهود والتعاون بين الهيئة العامة للرياضة، الاتحاد البحريني للرماية، وشركة اتصالات البروتوكول الدبلوماسي، وكافة الجهات الداعمة التي ساهمت في نجاح المعرض الدولي الأول للرماية والصيد، متمنيا سموه المزيد من النجاح والتميز للمعرض في نسخته أو نسخه القادمة. كما خص سموه بالشكر وزارة الداخلية والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه وكافه اجهزتها المعنيه على الجهود الداعمه لاقامه وانجاح المعرض. من جانبه اعرب معالي الشيخ علي بن عبد الله الخليفه عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه على رعايته الكريمه للمعرض ودعمه ومتابعته المستمرين لكل ما يتعلق بتطوير الرياضات في مملكه البحرين.